يا صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا مع صباح جديد وحلقه جديده من هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز. بيسعدني وبيشرفني ان انا اكون موجود مع حضراتكم من دلوقتي ولحد الساعه 10 صباحا. النهارده مشاهدينا الكرام يوم الاربعاء 12 ابريل 21 من شهر رمضان المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا ابتدينا العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم وهي ايام العتق من النار ان شاء الله. فيها ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر. النهاردة هيكون لنا حديث عن فضل الأيام الأخيرة في الشهر الكريم وإيه هي الأدعية والأعمال المستحبة خلال هذه الأيام المباركة إن شاء الله. ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويعدها علينا هذه الأيام بالخير والبركات. دلوقتي زي ما تعودنا مع حضراتكم هنبدأ حلقتنا باستعراض لأهم العناوين الموجودة معنا. توزيع للمياه ونسب الصرف، استعدادات مكثفة لزراعة أكثر من مليون فدان بالأرز. توقعات عالمية بزيادة مبيعات واستثمارات سوق التكنولوجيا في مصر. العشر الأواخر من رمضان، فضل الدعاء في أيام العتق من النار. حلوة دايما وقمر يا مصر يا رب على طول ودايما في سلام وفي أمان. اسمحوا لنا نبدأ مع حضراتكم بهذا الخبر عن استعداد الأجهزة المعنية في الدولة لموسم الزراعات الصيفية، منها على سبيل المثال زراعات زي زراعات لمحصول الرز. من ضمن الاستعدادات تحديد نسب توزيع المياه من أجل ضمان وصول المياه لكل المنتفعين. هذا العام تحديدا تم تحديد المساحة المقرر زراعتها بالمساحة بمحصول الرز بواقع 724 ألف فدان للري بالغمر و200 ألف فدان هيتم زراعتها بسلالات الرز الموفرة للمياه زي الرز الجاف وغيرها، بالإضافة إلى 150 ألف فدان أخرى هتعتمد في الزراعة على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا. يعني إيه هذا الكلام وإيه هي الفروق ما بين طرق الزراعة والري المختلفة بالنسبة لمحصول الرز؟ ده اللي هنحاول نفهمه مع حضراتكم مع دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة. صباح الخير على حضرتك دكتور أحمد. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. صباح النور. معروف يا دكتور أحمد أن محصول الرز تحديدا من المحاصيل اللي بتحتاج وفرة كبيرة في المياه وبالتالي بيستهلك مياه كثيرة من أجل الزراعة. إزاي بتتغلب الدولة المصرية أو بتحاول تواجه هذا التحدي خصوصا وأن احنا في ابتكارات مصرية يعني بامتياز الحقيقة فيما يتعلق بزراعة الرز واللي بيعتمد فيه على نسبة المياه ذات نسبة الملوحة العالية؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت احنا الدوله هذا العام حطت معايير لزراعه الرز، لان احنا طبعا كما نعلم سابق كان معظم الاصناف اللي موجوده مزروعه للارز كانت بتستهلك كميات كثيره من الميه. نعم. واحنا نعلم طبعا ونثمن قيمه المياه الان. طبعا. التحديات التي تواجهنا في المياه نتيجه لان احنا عندنا خطه للتوسع الافقي في اضافه خطه الدوله 3.5 مليون فدان جديده للرقعه الزراعيه المصريه. نعم. لازم نتوسع في محاصيل عديده عشان نوفي جزء كبير جدا من احتياجاتنا الغذائيه ويبقى عندنا نوع من الاستدامه الخاصه بالامن الغذائي. تمام. وبالتالي الدوله كانت حريصه كل الحرص ان يبقى في قرار بتنظيم زراعه الارز زي ما حضرتك اتفضلت، وصدر القرار الخاص بوزاره الموارد المائيه والري رقم 123 سنه 2023
بالتعاون مع وزارة الزراعة بشأن تحديد أماكن زراعة الرز. تمام. والمساحة الكلية هتبلغ حوالي 724 ألف فدان زي ما حضرتك اتفضلت. ده فيما يتعلق بالري أو الزراعة عن طريق الري بالغمر. نعم. وهتتوزع المساحات دي وفقا لمحددات على 9 محافظات عشان برضو يبقى في عدالة فيها. وركزنا على المساحات الكبيرة اللي هي المساحات اللي هي مقاربة لساحل البحر عشان دي بيبقى فيها نسبة تمليح، الرز بيساعد على التخلص من هذه اللوحة. لما نيجي نشوف كفر الشيخ عندك مساحة 189 ألف فدان، الدقهلية 182 ألف فدان، دمياط 42 ألف فدان، بورسعيد 30 ألف فدان، واسكندرية 3000 فدان، الشرقية 127 ألف فدان، والغربية 40 ألف فدان، البحيرة 106 ألف فدان. نعم. كذب الدولة كمان عشان نعوض فرق المساحات، لأن زمان كان في مساحات بتزرع كتير بالرز بغير ترصيد مياه، ودي كانت بتستهلك كميات مياه كبيرة، وبالتالي ركزت الدولة بالتعاون مع وزارة الزراعة على استنباط الأصناف الحديثة من الرز عالية الإنتاجية اللي تقدر تستحمل الإجهادات، وفي نفس الوقت إن احنا ركزنا على إن الأصناف اللي تزرع تبقى مبكرة في الإنتاج. طيب هنا ممكن البعض يتساءل يا دكتور أحمد، إذا سمحت لي ليه ما نزرعش كل المئات الألاف الفدادين دي؟ إحنا بنتحدث عن قرابة المليون فدان رز، ليه ما تكونش كلها في مزروعة بالمحاصيل اللي بتعتمد على ري بطرق غير الغمر، سواء كان بنسبة مياه ذات نسبة ملوحة عالية، أو حتى ربما أصناف الرز اللي هي بتحتاج أو بتعتبر موفرة للمياه زي الرز الجاف وغيره؟ زي ما حضرتك اتفضلت، احنا عندنا محددات في زراعه الرز. في مناطق بيبقى داخل عليها تمليح، عارف تغيرات مناخيه قادمه، في نسبه ارتفاع لمياه البحر، بيحصل المياه المالحه دي بتخش على الارض ممكن تملحها، فبالتالي زراعه الرز بطريقه تقليديه بتساعد على التخلص من الملوحه في هذه المناطق. نعم. والمناطق الثانيه بنركز فيها على استنباط الاصناف الحديثه اللي حضرتك اتكلمت عليها، احنا عندنا حوالي مركزين هذا العام ان شاء الله لحوالي 200 ألف فدان بالأصناف الحديثة. نعم. اللي هي مبكرة الإنتاجية واللي هي بتاخد عدد أيام قليل، فتوفر لي كمية ري في عدد المياه المحتاجة. نعم. يعني الأصناف التقليدية مثلا كانت بتقعد حضرتك عندنا. نعم. تقعد فترات طويلة بتفوق ال 150 يوم، فكل ما بتقصر المده كل ما المياه اللي بيستهلكها بتقل، وهو المطلوب الوصول اليه. يعني احنا طبعا البحث العلمي في مصر شغال دايما على قدم وساق في استنباط الاصناف وال يعني كل ما هو يتعلق باستخدام او افضل استخدام ممكن ربما للمساحات الزراعيه وايضا المياه وتوزيع المياه بشكل المثالي، وبالتالي دايما بنشوف اصناف جديده كل فتره. بنشكر حضرتك يا دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة على وجودك معنا وعلى هذه المداخلة التليفونية. خلينا ننتقل مع حضراتكم إلى القارة الأوروبية واللي بتعاني من جفاف غير مسبوق هذا العام، وده تحت تأثير التغيرات المناخية بالطبع. بعض الصحف العالمية قالت إن هذه الموجة لم تحدث بهذا الشكل منذ 70 سنة ماضية. شهد الشتاء الحالي نقص للمياه
وتبخر للأنهار والبحيرات، ده بدوره كان ليه تأثير مباشر على الاقتصاد وعلى الأمن الغذائي وطبعا قطاع السياحة في أوروبا. بحيرة جرادا على سبيل المثال، هذه البحيرة في إيطاليا كانت مقصد سياحي مهم جدا، لكنها السنة دي تعرضت لتبخر المياه بها بسبب قلة الأمطار، هو الأمر اللي أدى لانخفاض منسوب مياه البحيرة للنصف تقريبا. فقدت البحيرة منظرها الطبيعي الخلاب باعتبارها مقصد للسائحين بحسب ما أكدته صحيفة لافانغارديا الأسبانية. أيضا بحيرات مدينة فينيسيا الإيطالية الأكثر شهرة حول العالم بدأت تعاني هي الأخرى من الجفاف، أصبحت المراكب والسفن وحتى الجندول اللي كان مشهور جدا في هذه المدينة كطريقة للتنقل وبيجذب السياحة أصبح صعب جدا التجول بصورة طبيعية في هذه المدينة. طيب، المزيد عن تأثيرات الجفاف على السياحة تحديدا في أوروبا خلينا نشوفه في سياق هذا العرض التالي ونرجع تاني مع حضراتكم. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل حول تأثير هذا الجفاف ربما على أوروبا، ليس فقط على قطاع السياحة ولكن على كل القطاعات بصفة عامة، مع دكتور علي قطب أستاذ المناخ. صباح الخير على حضرتك دكتور علي، وأهلا وسهلا، منورنا بك يا أستاذ باسم. أهلا بحضرتك دكتور علي. الحقيقة أن احنا بنتحدث عن عالم أصبح فيه المياه يعني عنصر مهم جدا، ولازم فعلا الحفاظ على كل قطرة مياه. البعض كان بيستبعد أنه ممكن تدخل بعض الدول في أوروبا تحديدا بسبب كثرة وكثافة الأمطار في المعتاد في أزمات ربما لها متعلقة بالمياه. شايف حضرتك تغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الأوروبية عاملة إزاي؟ الحقيقة أن الأوروبيين نفسهم كانوا لا يتخيلوا أو يعتقدوا أن الجفاف سيصل إلى أوروبا في سنوات محدودة، لأن منطقة أوروبا تحديدا معظمها أراضي وأنهار وتتعرض لأمطار، هذه الأمطار بتكون مياه عذبة وبالتالي بتكون صالحة لجميع مناحي الحياة، للشرب والزراعة والاقتصاد والسياحة وكل محاور الحياة الأساسية والاقتصاد. وبالتالي عندما حدث تغير في المناخ والنتيجة لارتفاع درجات الحرارة، كان الشتاء والصيف الماضيان يعتبر من أقوى الصيف الذي تعرضت فيه أوروبا والعديد من دول أمريكا والصين وشرق آسيا، ثم الشتاء الذي كان فيه نقص كبير جدا لكميات الأمطار في القارة الأوروبية على النقيض تماما. يعني لما نلاقي ان الجزيره العربيه تعرضت لامطار بكميات كبيره جدا خلال هذا العام، سواء كان في خلال فصل الخريف او الشتاء او حتى امس او الامس في الربيع عندما سقطت امطار غزيره جدا على المملكه العربيه السعوديه وعلى الكويت وعلى الامارات العربيه، فهذا تغير في المناخ وتغير في الخريطه المطريه على مستوى العالم، وليس فقط نتيجة تبخر المياه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ولكن أيضا نتيجة التيارات الهوائية في طبقات الغلاف الجوي المختلفة اللي هي السبب الأساسي في تكون العناصر السحب ثم الأمطار
وبالتالي هي بالفعل تتعرض لمثل هذه التغيرات المناخية. يعني هذا التغيير هيأثر على العديد والعديد من المجالات المختلفة، قطاع النقل النهري مثلا، الأمن الغذائي، المحاصيل الزراعية، وبالتالي أزمات عديدة ربما تشهدها أوروبا بسبب هذه التغيرات المناخية، والتي أصبحت من الضرورة الملحة والضرورة القصوى مواجهتها والتصدي لها بكل أشكال المختلفة. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور علي قطب أستاذ المناخ على هذه التوضيحات، ألف شكر لحضرتك يا دكتور. نروح مع حضراتكم إلى أو هنبقى مع حضراتكم في أوروبا، ولكن هذه المرة في بلجيكا، وتحديدا يمكن يبدو أن العائلة الملكية البلجيكية طبعا سمو الملكة ماتيلد وقعت في غرام حضارة مصر القديمة، وده بعد زيارتها الأخيرة لمدينة الأقصر من أسابيع قليلة. الملكة ماتيلد افتتحت مؤخرا معرض عن قصص الاكتشافات لحضارة مصر القديمة، ضم المعرض أكثر من 200 قطعة أثرية للحضارة الفرعونية، بينها مجسمات مصغرة نفذها المهندسون الفراعنة أو المهندسون في مصر القديمة لمنشآتهم الكبرى. عكست القطع الأثرية المعروضة العديد من المعالم الحضارية في مصر القديمة، واللي أظهرت نبوغ وتفوق الجميع في هذه الحضارة في مجالات الترميم والهندسة والرسم والعمارة وغيرها أيضا من المجالات. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل حول هذا الشغف الكبير إذن في بلجيكا للحضارة المصرية الكبيرة من خلال انضمام الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور أحمد. يعني صباح الخير على حضرتك يا استاذ باسم وعلى كل الساده المشاهدين على قناه سي بي سي اكسترا نيوز. صباح النور. الحقيقه ان هذا المعرض كان فيه بيتحدث الموقع الرسمي للمتحف والموجود في هذا المعرض بيتحدث عن 200 عام، انه هذه القطع الاثريه بتحكي قصه 200 عام متصله من الحضاره المصريه العظيمه، وكان بيتحدث ايضا الحضاره المصريه القديمه طبعا، وبيتحدث ايضا عن انه بلجيكا وتحديدا بروسلز كانت عاصمه بتعتبر عاصمه لفن المصر او علم المصريات القديمه الايجيبتولوجي المعروف باسم الايجيبتولوجي. واضح ان مازال هذا الشغف موجود حتى اليوم يا دكتور احمد، تعليقك على هذه المعروضات. يعني هو مبدئيا كان اللي تم افتتاح المعرض يوم مساء يوم 30 مارس تحت اسم مصر الفرعونيه داخل متحف الفن والتاريخ في العاصمه بروكسل، طبعا كان بحضور طبعا شخصيات حكوميه ومتخصصين في الاثار والتاريخ والعديد والكثير من الاكاديميين اللي هم طبعا في المجتمع البلجيكي، بالاضافه ايضا الى جانب السفير المصري الدكتور بدر عبد العاطي. وثاني يوم على طول مباشره تم افتتاح هذا المعرض للجمهور، كان يوم الجمعه 31 مارس، وهذا المعرض سوف يستمر حتى شهر اكتوبر القادم ان شاء الله. طبعا المتحف نشر على موقعه تحت عنوان طبعا بيقول قم بجوله حول العالم عبر التاريخ في متحف الفن والتاريخ في بروكسل. نعم. يمكنك طبعا المشي من محاور هذا التاريخ الى المومياوات المصريه. المعرض نفسه معرض اكسبيشن مصر بيروي قصه قرنين من الاكتشافات الاثريه الرائعه في ارض الفراعنه وانشاء طبعا مجموعه مصريه بالمتحف، ويجمع المعرض طبعا حوالي 200 قطعه اثريه من مجموعتها الشهريه المصريه الشهيره. ومن ابرز اللافتات طبعا في هذا المعرض توابيت غنيه بالزخارف من الختم الكهنوتي للدير البحري، بالاضافه ايضا الى كتاب الموتى صاحبه طبعا الجلاله طبعا نيفر ريمبت المصور بشكل جميل جدا. بالاضافه الى تم عرض عدد كبير جدا من القطع الرائعه من المجموعه لاول مره، منها اشياء مثل اللوحات الجنائزيه والزهريات الكنوبيه لاحشاء المتوفى والتماثيل الاشبتيه اللي رافقت طبعا الموتى في العالم الاخره، حتى ترشد الزوار طبعا يعني بتحكي ازاي يعني العالم الاله المصري القديم بدايه طبعا من الحياه الابديه في عهد المصريين القدماء. وتم كمان تزويد المعرض بمواد تصوير تاريخيه فريده من نوعها. هنجد كمان ان في القرن التاسع عشر ابدت الدوائر الدبلوماسيه والصناعيه البلجيكيه اهتمام طبعا حيوي بمصر في تلك الفترات، لان طبعا كانت مصر بتحتل مكانه في السياسه الدوليه والاقتصاد العالمي. حتى القطع الاثريه المعروضه لاول مره في المتحف عباره عن هدايا ملكيه في تلك الفترات، وخاصه بشكل اساسي في العقود الاولى من القرن العشرين. نعم. طبعا لعب طبعا علم طبعا المصريات يعني الدور طبعا طموح، يعني احنا كنا بنحتفل في علم المصريات 27 شهر 9 الماضي
طبعا 200 عام طبعا مر على اكتشاف علم الايجيبتولي طبعا وفك رموز اللغه المصريه القديمه بالفعل. يعني رقم 200 هنا يمكن في هذا المعرض يا دكتور احمد ليه دلالات كبيره يعني، او ليه نقدر نقول يعني 200 قطعه اثريه معروضه في هذا المعرض ايضا بيمثل بالضبط 200 عام من الزمان، بيستعرضوا ما تم او ما كان موجود عبر 200 عام او قصه 200 عام من الحضاره المصريه القديمه. المعرض مبهر الحقيقه، والحقيقه ان احنا يعني التوقعات كلها ان هو لسه مستمر حتى شهر اكتوبر المقبل، هيظل او هيكون مصدر جذب كبير جدا للسياحه في مصر. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور احمد عامر الخبير الاثري على وجودك معنا عبر الهاتف. نروح مع حضراتكم الى خبر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللي نشر مؤخرا انفوجراف رصد من خلاله توقعات وكاله فيتش سولوشنز الايجابيه حول مستقبل سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر على الرغم من الازمات اللي بيعاني منها العالم حاليا. اكد مركز المعلومات ان الابتكارات التكنولوجيه سوف تحدد ملامح القرن الحالي. أشار في تحليله إلى كيفية تعزيز المدن الذكية للاقتصادات، منها دعم الاستثمارات وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل. للمزيد عن توقعات وكالة فيتش لسوق التكنولوجيا في مصر خلينا نتابعها مع حضراتكم في هذا العرض ونرجع تاني. يمكن من أكثر المظاهر الاحتفالية المرتبطة بشهر رمضان الكريم هي فوانيس رمضان، الفانوس اللي ليه أشكال وأحجام مختلفة، كمان بتتنوع الخامات المستخدمة في صناعة هذا الفانوس زي الحديد وزي البلاستيك والخشب حتى وغيرها. تحديدا في مدينة مرسى مطروح بعض الأهالي تخصصوا في صناعة الفانوس بشكل يدوي وباستخدام خامات جديدة، لأول مرة هنشوفها وهنتعرف على هذه الخامات، منها زي الخرز على سبيل المثال، نتعرف على هذه الخامات وأشكال الفوانيس المختلفة في سياق هذا التقرير. اتعلمت فن الريزن من حوالي 3 سنين، ويعني ما شاء الله بعمل منه أشكال حلوة قوي. السنة دي عملنا حاجة جديدة كانت الفوانيس بالأشكال اللي هي زي دي كده، فانوس زي ده فيه وحدة صوت. عندنا فكر كتير وحاجات كتير قوي قوي ممكن ننفذها من خلال مادة الريزن، وحقيقي بنصح الناس يعني الناس كلها يعني تبتدي تتعرف على الخامة دي، لأن المنتج نفسه الكواليتي بتاعته عالية قوي. ابتديت شغل الخرز بفيديوهات من على النت، وبعدين طورت نفسي بكورسات. رمضان السنة دي ابتديت أشتغل فوانيس أشكال سبايدر مان، كيتي، سبونج بوب، وعملت مجسمات فطوطة وبكار، طمطم وبوجي وضياستي وفرانيس. الفوانيس بتاخد مني شغل، الصغير بياخد شغل ساعة ونص، الأكبر شوية من ساعتين لثلاث ساعات، المجسمات حوالي 3 ساعات، الخرز اللي شغالة بيه درس مقاس 8 و10 ومقاس 6 للحاجات الصغيرة. جه معادنا دلوقتي مشاهدينا الكرام مع أحد خدماتنا اليومية، وهي تعرف على حالة المرور في الشوارع والميادين المختلفة. عشان كده هنروح مع حضراتكم لاستعراض الحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا أكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الزميل تيموثي إيهاب. صباح الخير عليك يا تيموثي.
صباح الخير عليك يا باسم، وصباح الخير على كل مشاهدي هذا الصباح وإكسترا نيوز في كل مكان. بصبح على حضراتكم، بنقدم لكم الخدمة الإخبارية دي للتعرف على حالة الشوارع والمرور من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة. هنطل مع بعض إطلالة سريعة على عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والميادين اللي موجودة داخل محافظة الجيزة، واللي بتربط كمان بعض الكباري بين محافظتي القاهرة والجيزة. خلينا نبتدي مباشرة مع شارع طبعا من الشوارع المهمة داخل محافظة الجيزة، وهو شارع البطل أحمد عبد العزيز. شارع البطل أحمد عبد العزيز بنشوف فيه سيولة مرورية في الاتجاهين، هنا في الجزء عند المصل واللقاح. بنشوف هنا مطلع كوبري أكتوبر، طبعا أول مطالع كوبري أكتوبر من اتجاه محافظة الجيزة، وكذلك آخر منزل له على محافظة الجيزة هنا على شارع البطل أحمد عبد العزيز. وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة بنشوف السيولة المرورية في كافة الاتجاهات، سواء في الشارع أو مطلع ومنزل الكوبري. لو انتقلنا مع بعض إلى شارع طبعا من الشوارع الهامة أيضا، وهو شارع التحرير، بنشوف في شارع التحرير كذلك سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء اتجاه ميدان الجلاء أو اتجاه خدمات شارع السودان. وكذلك بنشوف على اتجاهي كوبري الدقي، سواء اللي رايح باتجاه البطل أحمد عبد العزيز أو اللي رايح باتجاه الأرمان. لو انتقلنا مع بعض إلى أيضا شارع آخر، وهو من الشوارع المهمة كذلك، شارع جامعة الدول العربية. شارع جامعة الدول العربية أيضا كما ترون في الصورة يعني بيشهد السيولة المرورية في كافة الاتجاهات. هنا ده ميدان مصطفى محمود زي ما بنشوف، وبنشوف السيولة المرورية سواء في اتجاه خدمات شارع السودان أو ميدان سفينكس، السيولة المرورية في كافة الاتجاهات. لو انتقلنا إلى ميدان النهضة طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين الصورة بتقول انه السيولة المرورية كذلك في الاتجاهين، سواء اللي رايح باتجاه جامعة القاهرة او اللي رايح باتجاه كوبري الجامعة او شارع شارل ديغول او شارع مراد. لو انتقلنا مع بعض الى ميدان اخر من الميادين الهامة ايضا في المحافظة، وهو ميدان الجلاء، بنشوف ايضا السيولة المرورية في الاتجاهين. ده الجزء اللي بيدخل على يعني كوبري الجلاء، وده المخرج منه على الميدان. في الاتجاه هنا ده مدخل شارع التحرير، وكذلك المدخل إلى شارع شارل ديغول. إذن مشاهدينا، أطلنا مع حضراتكم إطلالة سريعة على عدد من الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من هنا من غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة. برجع لك مرة تانية يا باسم في الاستوديو. جزيل الشكر ليك يا تيموثي، والحمد لله يعني بتشهد أغلب المحاور سيولة مرورية كبيرة. اسمحوا لنا نروح مع حضراتكم دلوقتي إلى مجموعة أخرى من الأخبار. بنتحدث عن الأخبار الرياضية عشان نعرف كل الجديد فيما يتعلق سواء بالساحرة المستديرة أو غيرها من الرياضات، مع الزميلة جاكلين ماهر. صباح الخير عليك يا جاكلين. صباح الخير عليك يا باسم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر وأهم الأخبار الرياضية. جهز الجهاز الفني لنادي الزمالك تقريرا مفصلا عن لاعب الفريق لتسليمه الى الكولومبي كارلوس اوسوريو المدير الفني الجديد للنادي فور وصوله اليوم الاربعاء، حتى يتمكن من تحديد نقاط القوه والضعف في صفوف فريقه ومساعده اللاعبين على بذل افضل ما لديهم خلال الفتره المقبله. وشمل التقرير الذي سيتسلمه اوسوريو من الجهاز الفني السابق المشاكل التي يعاني منها بعض اللاعبين، خاصه مع تاثر معنوياتهم بسوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
أنهى الجهاز الفني ولاعب الأهلي احتفالاتهم بعد التتويج بكأس مصر عقب الفوز على بيراميدز في النهائي بهدفين مقابل هدف، ليبدأ المارد الأحمر التحضير لمباراته القادمة أمام نظيره فاركو بعد غد الجمعة في إطار منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز. وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التجهيز للمباراة بعقد جلسة خاصة مع معاونيه لوضع خطة اللعب بعد مشاهدة عدد من الفيديوهات لفريق فاركو ودراسة خطوطه الدفاعية والهجومية. يشارك منتخب الكاراتيه في منافسات بطولة العالم لذوي الهمم المقرر إقامتها في المجر شهر أكتوبر المقبل. وبدأ المنتخب القومي معسكره التدريبية في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للبطولة. وفي سياق موازن قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه إقامة بطولة كأس مصر في ساحة معبد الكرنك في حدث تاريخي من نوعه. نجح 13 لاعبا مصريا 7 رجال و6 سيدات في التأهل إلى دور 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والتي تستضيفها مدينة برمنغهام الإنجليزية خلال الفترة من 9 إلى 16 من إبريل الجاري. وتضم قائمة المتأهلين بمنافسات الرجال علي فرج ومحمد الشربيني وطارق مؤمن ومازن هشام وكريم عبد الجواد ومروان الشربجي ويوسف سليمان، بينما ضمت قائمة السيدات كلا من نوران جوهر وندى عباس وروان العربي وهنية الحمامي وسلمى هاني ونور الشربيني. أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه أمام نظيره تشيلسي في المباراة التي تقام في 9 مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وجاء كل من بنزيما وفينيسيوس على رأس قائمة التشكيل الأساسي للريال فيما غاب الفرنسي مندي للإصابة. وأكد أنشيلوتي في تصريحات صحفية أن المباراة لن تحسم المتأهل إلى الدور التالي وأن لديه ميزة إدارة مباراة الإياب بشكل أفضل. فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على منافسه الألماني بايرن ميونخ ب3 أهداف نظيفة في المواجهة التي احتضنها استاد الاتحاد مساء أمس ضمن منافسات ذهاب الدور الربع النهائي بدوري أبطال أوروبا. سجل أهداف المان سيتي كل من رودري وسيلفا وهالاند، ويعتبر هذا الفوز هو الرابع للفريق الإنجليزي في مسابقة دوري الأبطال على حساب النادي البافاري. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة، والآن نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع الزميل باسم طبانة. تفضل باسم. شكرا ليك الزميلة العزيزة جاكلين ماهر، وبالفعل مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا مع آخر فقراتنا بعد قليل، فقرة استوديو هذا الصباح واللي هنتكلم فيها أكثر عن ليالي شهر رمضان العشرة الأخيرة وعن فضل هذه الأيام والأعمال المستحبة خلالها، مع ضيفنا اللي هيشرفنا في الاستوديو الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. كل عام وحضراتكم بخير. خلال هذه الأيام بنقضي العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، وكل الأمة الإسلامية بتنتظر بشغف هذه الأيام المباركة لأن فيها ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر. العشرة الأواخر من رمضان هي أيام وليالي مباركة ليها خصائص كثيرة هنتكلم عنها وعن فضلها وعن هذه
الخصائص والأعمال المستحبة أيضا خلال هذه الأيام. كل ده هنشوفه أو هنناقشه مع ضيفنا في الاستوديو اللي بيشرفنا في استوديو هذا الصباح، دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير أستاذ باسم، أهلا بك، أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك. أهلا، الحديث عن العشر الأواخر في رمضان دايما مرتبط بالحديث عن ليلة القدر. نعم. والناس اللي بتحاول إن هي برضو يعني تزيد أو في العبادات وفي أعمال الخير علشان تطلع بأكبر قدر ممكن من المكاسب. نعم. ليلة القدر برضو لو تحدثنا عنها يا دكتور حسن إذا سمحت، وإيه الأدعية المفضلة فيها وإيه اللي يجب الإكثار منه خلال هذه الأيام؟ طبعا ليلة القدر هي منحة إلهية للأمة الإسلامية. نعم. وللبشرية جمعاء. ليلة القدر هي الفرصة العظيمة لكل مسلم يريد أن يزيد من فعل الطاعات ويزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر سميت ليلة القدر، القدر هو العظمة والشرف، فنزل فيها قرآن ذو قدر، نزل به ملك ذو قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر، وبالتالي صلى الله عليه وسلم طبعا، وبالتالي فهي هي ليلة خير من ألف شهر، من عبادة ألف شهر من الأمم السابقة، كانوا معمرين فكان الإنسان فيهم يجاهد ويعمل فعل الطاعات 80 عاما متوالية، فاستثقلها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن عندكم ليلة نزل فيها القرآن هي ليلة القدر. نعم. ومن هنا كانت التسمية. نعم. ومن يتقرب إلى الله في هذه الليلة كمن يعبد الله 80 عاما عند الأمم السابقة، فهي أفضلية لهذه الأمة العظيمة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وسألت سيدة عائشة إذا ما صادفت هذه الليلة فماذا تقول؟ أفضل دعاء في هذه الليلة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أفضل الدعاء. أفضل دعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا. يعني حول هذا الدعاء ندندن جميعا. نعم. حول هذا الدعاء نفعل فعل الطاعات في هذه الليلة، ومن رحمة الخالق سبحانه وتعالى أنها لم تحدد. هو ده كان الحقيقة يعني المحور الآخر اللي كنا هنتجه إليه. نعم. وهو عن تحديد فكرة عدم تحديد ليلة القدر، وهناك اجتهادات من العلماء ومن الباحثين، البعض بيقول أنها في العشر الأواخر، البعض بيقول أنها ربما تكون أي ليلة في رمضان، البعض يقول في العشر الأواخر وتحديدا في الليالي الوترية، والبعض حتى ذهب إلى تحديد ليلة 27 تحديدا. رأي حضرتك في هذه الاجتهادات المختلفة؟ هي كلها اجتهادات، ولكن القاطع في هذا الكلام والأكيد أنها في شهر رمضان. نعم. ولم تحدد ليلة من الليالي المباركات عامة. طب والحكمة في هذه عدم الليلة؟ الحكمة في عدم الحكمة تحديدها في عدم تحديدها أنني أستزيد من فعل الطاعات. لأنها لو كانت حددت لفعل المرء ما يريد أن يفعل ثم يأتي في هذه الليلة ويتوب، لكن حينما يريد أن يستشعر بلذة الطاعات ولذة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل فالمنحة أكبر حينما تخفى هذه الليلة ولا تكون في ليلة محددة. ليلة القدر في بالقطع في شهر رمضان، وفي العشر الأواخر آكد، وفي الليالي الوترية منها آكد. طيب، بالحديث عن الأيام المباركة وبالحديث عن الليالي المباركة، هناك بعض من يتحدث عن قياس أو ربما مقارنة أيهما أفضل، ليلة الإسراء والمعراج أم ليلة القدر، هل يجوز هذا الأمر؟ يعني هل هو حكيم أصلا التفكير بهذه الطريقة؟ كلاهما خير، ولكن ليلة الإسراء والمعراج يعني عظمتها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لأنه أسري به وعرج به إلى السماوات العلى والتقى فيها مع رب العزة سبحانه وتعالى، فهي أفضليتها لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ليلة القدر فهي للأمة جمعاء. نعم. وهذه الليلة ذكرت في القرآن الكريم ليلة حددها رب العزة سبحانه وتعالى هي الليلة التي نزل فيها القرآن. نعم. إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فربط العلماء بين ليلة القدر أنها في رمضان بهاتين الآيتين. أما ليلة الإسراء والمعراج فلم تحدد، وبعدين خير من ألف شهر في
مسألة العبادة، إذا حددها رب العزة سبحانه وتعالى في أفضليتها للتقرب إليه بالطاعات، وإنما ليلة الإسراء والمعراج لم يذكر فيها أنها مطلوب فيها العبادات التي تتقرب، يعني عبادات معينة يعني ليست لا يعني ليست هذه الليلة التي تتنزل فيها الملائكة ورب العزة سبحانه وتعالى بعكس ليلة القدر. نعم. فليلة القدر هي ليلة عظيمة للأمة، تحسب فضلها على الأمة في جمعاء. أما ليلة الإسراء والمعراج فهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا قد استفدنا بها بهذه الهدية التي أهدى بها رب العزة سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة، حتى تكون معراجا لروح المؤمن في اليوم 5 مرات. نعم. طب بالحديث عن الصلاة وفضل الصلاة وربنا يعني يتقبل من الجميع قيام الليل بقى والاجتهاد في الطاعات المختلفة والعبادات المختلفة، هل هناك عبادات مفضلة يحبذ أن يقوم بها أو يتقرب بها العبد في ليلة القدر، قصدا طبعا أن هو ينول الثواب العظيم في ليلة القدر؟ يعني طبعا بطبيعة الحال ليلة القدر كل الأعمال الصالحة تقربك من الله سبحانه وتعالى، صلاة، قراءة قرآن، ذكر، تسبيح. وهناك بعض العلماء قال يا حبذا لو كان هناك صلاة التسبيح في هذه الليالي المباركات. صلاة التسبيح يعني ذكر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يستطع الإنسان أن يصليها كل ليلة فليصليها مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في العمر، وبالتالي فهي لها أفضلية عظيمة جدا، وخاصة أن كلها ذكر وكلها تسبيح. نعم. طيب إذا يعني فكرنا مع حضرتك كده أن إحنا هل ممكن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطور التكنولوجي الذي يعني حصل أو أصبح موجودا على مدار السنوات الماضية في محاولة التعرف على ليلة القدر أو تحديدها؟ يعني هناك بعض الخصائص المفروض أنها فقط بتكون موجودة في ليلة القدر، هل يمكن يعني نغش شوية هنا باستخدام التكنولوجيا؟ سؤال عظيم جدا، لكن هو أنا يعني ليلة القدر هي ليلة روحية لا تخضع للمقاييس المادية، التلسكوب والأجهزة الحديثة هذه تقيس حركة الكواكب والفلك عامة كماديات. أما هذه الليلة وهي الليلة الروحية فلا تخضع لمثل هذه الماديات على الإطلاق، وبالتالي فكان إخفاؤها أمرا طبيعيا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العزة سبحانه وتعالى يريد الخير لعباده في عدم توضيح هذه الليلة. نعم. وإلا كان من السهل جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحددها، وإنما حينما يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان فلن يأتي زمن من الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن تأتي هناك تكنولوجيا حديثة تحدد لي الساعة والزمان والليلة المقصودة بليلة القدر. نعم. وفي ذلك حكمة أكيد طبعا بالفعل. طيب يعني حضرتك تحدثت مشكورا عن فضل رمضان، شهر رمضان الكريم، ولماذا هو شهر يعني بيمثل أهمية وقيمة كبيرة بالنسبة إلينا بسبب نزول القرآن في هذا الشهر طبعاً الكريم. طبعاً طبعاً. طيب ماذا عن الكتب السماوية الأخرى، وهل تمثل ربما بعض الأشهر الأخرى التي نزل فيها ربما بعض الكتب السماوية الأخرى أيضا قيمة وأهمية لأصحاب هذه الديانات؟ الكتب السماوية جميعها نزلت في شهر رمضان، جميعها يعني صحف إبراهيم نزلت في أول ليلة من شهر رمضان، التوراة نزلت 6 خلونة من شهر رمضان يعني في الليلة السادسة. نعم. الإنجيل نزل بعد 13 ليلة من رمضان، الزبور نزل في الليلة 18 في رمضان، والقرآن طبعا في الليلة 23 أو 27 عامة يعني. نعم. على خلاف، ولكن القرآن نزل في شهر رمضان أيضا. جميلة هذه المعلومة دكتور، يعني أول مرة أعرفها بصراحة. جميلة. كل الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، وهناك من العلماء من يقول بأنها كلها نزلت أيضا باللغة العربية، وإنما كل نبي كان يخاطب قومه بلغتهم، لكنها نزلت باللغة العربية ونزلت جميعها في شهر رمضان، مما يعطي لشهر رمضان هذه الأفضلية العظيمة. كل الكتب المقدسة نزلت في هذا الشهر الكريم، يعني بهذا يصبح شهر رمضان الكريم يعني شهر بركة علينا جميعا طبعاً وعلى البشرية. طبعا 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 طبعا
طيب يعني بهذا ما فيش أجمل من هذا الأمر نختتم به حديثنا ولقائنا الصريع صحيح يعني عدى سريعا، ولكن شكرا جزيلا لحضرتك على تشرفنا فيه. كل عام وانتم بخير جميعا. وحضرتك بخير الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، ألف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام ألف شكر لحضراتكم أيضا على حسن المتابعة، لأن بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا الصباح. بكرة إن شاء الله في نفس الموعد من 9 وحتى 10 صباحا نكون مع حضراتكم، وتجدد لقائنا ويومكم سعيد.